المجهر المركب. يستخدم المجهر المركب لرؤية الأجسام التي لا ترى بالعين المجردة بسبب صغرها كالبكتيريا وبعض الميكروبات، ويتركب من عدسة ذات بعد بؤري كبير نسبية تسمى العدسة العينية لقربها من عين المستخدم، وعدسة ذات بعد بؤري صغير نسبية مقارنة بالبعد البؤري للعدسة العينية تسمى العدسة الشيئية لقربها من الشيء المراد تكبيره وفحصه. وقصبة معدنية تثبت العدستان عند نهايتيها، ويمكن تغيير طولها وبالتالي البعد بين العدستين، ويمكن توضيح عمل الجهاز كما يلي: يوضع الجسم المراد فحصه أمام العدسة الشيئية وعلى بعد من مركزها البصري، فتتكون له صورة حقيقية، وهذه الصورة تعتبر جسما بالنسبة للعدسة العينية، فيحدث تكبير لهذه الصورة مرة أخرى بواسطة العدسة العينية، ويحدث أكبر تكبير للصورة إذا كانت الصورة الناشئة من العدسة الشيئية على بعد يقل قليلا عن البعد البؤري للعدسة العينية، ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق تغيير البعد بين العدستين، وذلك بتغيير طول القصبة، وهذه الصورة ينشأ عنها صورة خيالية مكبرة مئات المرات بواسطة العدسة العينية.